في انتهاكات بحقه من قبل قوات الاحتلال وجنوده، اعتقالات بصفوف الصحفيين، إصابات العديد من الصحفيين، وأيضا منعهم وأيضا تعدي عليهم في العديد من التغطيات. سنتحدث أكثر مع نقيب الصحفيين أستاذ ناصر أبو بكر، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وصباح الحرية لفلسطين وللصحفيين الفلسطينيين. أهلا فيك معنا. يعني المهم في هذا اليوم الدولي هو المخرجات والنتائج اللي أعلنت عنها نقابة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد، التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، وهذه مساحة نتركك لتشرح لنا عنها أكثر. كيف توجهنا إلى المحكمة؟ بنعرف أنه في خطوات عديدة يجب القيام فيها، وهي ليست محاكمة بسيطة كأي قضية طبعا أو جنحة ترتكب في المحاكم المحلية، فبالتالي حدثنا عن التحضيرات. أولا شكرا لكم، وثانيا يعني يمكن أنتم حتى في هذا البرنامج استضفتونا عدة مرات وكنتوا تسألوا أنه هل النقابة جادي ولا مش جادي، وهل هذا الحكي يعني آمال وطموحات ولا حقيقة، والناس كانت بتتساءل إنه كيف هذول ممكن يتقدموا لمحكمة الجنايات الدولية. أولا في إرادة، واثنين في قرار لدى النقابة، وثلاثة في تخطيط محكم جدا. كنا نسير بهدوء، استفزينا عدة مرات، استفزونا الناس إنه يعني شو هالحكي الفاضي اللي بتحكوه، وكثير شككوا في هذا الموضوع، ولكن كانت إرادتنا وصبرنا كبير كبير كبير، لأنه كان الهدف كبير أيضا اللي هو الوفاء لدماء الشهداء الصحفيين، للجرحى، لمعاناة الأسرى، وهذا عهد ووعد منا وأمانة برقابنا جميعا أن يعني يتم محاكمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين. المسألة استغرقت 3 سنوات يعني تجميع ملفات وتكيفة قانونيا مع مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين وخبراء قانونيين، ومن ثم أيضا تواصلنا مع الاتحاد الدولي. وبدي أشرح شوية، تحملوني. أولا أخذنا قرار في مؤتمري اتحاد الصحفيين الدولي 2016-2019 في باريس في فرنسا وفي تونس عام 2019، وبالتالي هناك قرار من كل نقابات العالم أن أتوجه إلى محاكم الدولية، وفرنا الغطاء الدولي. اثنين، أخذنا قرار في اتحاد الصحفيين العرب أن يدعم خطواتنا. كل هذا قمنا فيه. 3، يعني ذهبنا 5 مرات إلى مجلس حقوق الإنسان وألقينا كلمات وأطلعناهم. 4، أيضا التقينا بالمقرر الخاص لشؤون فلسطين السيد مايكل لينك وقدمنا له تقارير، وأيضا يعني كان هناك أسئلة واستضاحات من طاقم السيد مايكل لينك، وقدمنا له كل الإجابات اللي مفروض نقدمها من أجل أن يقدم تقرير لمجلس حقوق الإنسان. قدم تقرير، ولأول مرة تقريره يتضمن موضوع الصحفيين والجرائم المرتكبة بحق الصحفيين. 3، احنا عقدنا 5 مؤتمرات دولية كلها عنوانها صحفيون تحت النار، وكل هذا كنا نسير فيه لأن عارفين وين رايحين، وبدنا منه مخرجات هذا الحكي من أجل استكمال الملف القانوني. المؤتمر الأول والثاني عقد في مقر مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة في جنيف، في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، في مقر مجلس العموم البريطاني في لندن، وهنا في رام الله أحضرنا الاتحاد الدولي كله هون، ويعني عقدنا هذا المؤتمر بحضور أكثر من 1000 صحفي فلسطيني في ذلك الوقت و47 نقابي واللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي. كل الوثائق اللي كانت تخرج عن هاي المؤتمرات كنا نحتفظ فيها وأيضا نكيفها بشكل قانوني. أيضا مخرجات السيد مايكل لينك أضفناها للملف. في 8/12/2020 قدمنا شكوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، أولا لمجلس لشؤون حقوق الإنسان، مش لمجلس حقوق الإنسان، في مقرر خاص للأمين العام هذا تابع، والمقرر الثاني هو للقتل خارج نطاق القضاء. طبعا الشكوى كل شكوى 120-150 صفحة يعني باللغة الإنجليزية، مش ورقة من قدم شكوى، وهذا يحتاج إلى جهد كبير كبير كبير. وخلال كل ذلك كنا نلتقي على الزوم مع محامين كبار في لندن من مكتبين محاماة معروفين على مستوى العالم، ومش سر أقول أنه هو نفس المكتب اللي بدافع عن أسانج تاع ويكيليكس، تاع وثائق ويكيليكس، وبالتالي مكتب معروف على مستوى العالم مش بس بلندن، بتابع القضية أكثر من 24 محامي كلهم بيجتمعوا بناقشوا بيجتمعوا معنا. ردينا على مئات الأسئلة، عدة اجتماعات والاستفسارات، وأيضا زملائنا الصحفيين ردوا على عدة أسئلة. ارتقينا بالتالي إحنا والمحامين أنه نقدم قضية لأربع أشخاص، 2 شهداء و2 ضحايا يكونوا شهود في المحكمة على الجرائم. 2 الشهداء من قطاع غزة، الشهيدين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى،
وأخذنا توكيل من عائلاتهم والصحفيين اللي فقدوا عيونهم معاذ عمارني ونضال شتية في نابلس. وهدول الاثنين أيضا وكلونا أنه نذهب للمحكمة. بعدين ارتئينا أنه القضية بدها أكثر من مكتب لأنه القضية متشعبة وكبيرة. دخل علينا مكتب تاني، سيدة جينيفر روبنسون هي بتقود مكتب، وسيد الطيب علي أيضا بقود مكتب، ولكن كلهم بيجتمعوا مع بعض لأنه كل واحد له اختصاصه وخبرته وعمله، وبالتالي يعني ارتئينا أنه كلهم بيشتغلوا في هذا الموضوع. طبعا المسألة الأخرى والأهمية في هذا الموضوع أنه الاتحاد الدولي للصحفيين هو وقع الشكوى معنا، يعني اللي وقع الشكوى أنا نقيب صحفيين فلسطين والأمين العام لاتحاد الصحفيين الدولي ضد دولة الاحتلال، وبالتالي هناك في مؤسسة دولية اللي أخذت القرارات في مؤتمراتها وفي اللجنة التنفيذية قيادتها أنه نذهب للمحاكم الدولية والمؤسسات الدولية. نعم. فهذا يعني كان جهد كبير، عمل شاق ولكن مخطط ومنظم وبهدوء وبصراحة بدون بروباغندا وشو، لأنه بدنا نوصل لنتيجة. كنا إحنا يوم 2/11 قدمنا الشكوى، بس المحامين قدموها باسمنا، والآن بنحكي لكم عن الخطوات القادمة. نعم أستاذ ناصر، يعني إحنا بنحكي عن أشهر وسنوات كان هناك تقارير موثقة، تقارير بدلائل وفيديوهات وشهادات، ما شاهدنا أيضا ليس فقط اعتداء على الصحفي من قبل الاحتلال وإنما على مؤسسات صحفية، على مراكز إنتاج، على قنوات. شاهدنا في العدوان الأخير في غزة والمحافظات الجنوبية استهداف الاحتلال للصحفيين وأيضا للمؤسسات الصحفية بحجة أو بمحاولة تشتيت الصورة وعدم وصول الصورة الحقيقية إلى العالم من خلال هذه التوثيقات. وفي هذه المناسبة العالمية نتحدث عن الاستمرارية أيضا بالتوثيق، ودائما تساؤل من الصحفيين والمواطنين ماذا سيحدث ما بعد هذا الانعقاد وما بعد هذه التوجه إلى محكمة الجنايات. كل مرة ما نتعرض لأسئلة وبده يصير تشكيك أحيانا، بس إحنا يعني واثقين إنه رايحين زي ما قال الطيب علي المحامي وجينيفر روبنسون، إحنا واثقين إنه سيأتي اليوم القريب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الصحفيين الفلسطينيين، لا محال سيأتي. أنا بدي أعطيك أرقام قبل ما أقول لك شو الخطوة القادمة. إحنا من 2000 لليوم أكثر من 53 صحفي استشهدوا، من 2013 حتى نهاية 2020 أكثر من 5500 اعتداء وجريمة احتلالية بحق الصحفيين والإعلام الفلسطيني، منها جريمة إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في العاصمة القدس. وبالمناسبة الناس يمكن حتى في الهيئة ما بتذكروا أنه حتى الإدارة الأمريكية عاملة عقوبات ضد تلفزيون فلسطين منذ التسعينات، تعتبره منظمة إرهابية وهذا الحكي في ظل عجز عملية السلام، وانقصف مقر تلفزيون فلسطين وانقصف مقرات فضائيات أخرى وأغلقت مؤسسات. يعني 5500 اعتداء هي ضد صحفيين، مؤسسات فلسطينية، مؤسسات عربية عاملة في فلسطين. وبالمناسبة استشهد أيضا صحفيين اثنين، واحد إيطالي وواحد أمريكي، واحد في رام الله وواحد في غزة، في كل هذه الجرائم. بالتالي العمل الصحفي في فلسطين خطر ومستهدف من قبل الاحتلال. ماذا بعد؟ قبل ماذا بعد؟ عام 2021 من بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر 700 اعتداء وجريمة هذا العام. هذا أعلناه أيضا بالمؤتمر الصحفي، ولجنة الحريات تعمل عمل شاق وتقوم بدور مهم بقيادة أخي محمد اللحام. ماذا بعد؟ سيكون هناك خلال الأيام القادمة اجتماع بين المحامين والاتحاد الدولي مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، سيذهبوا للقاء معه من أجل مسألة أساسية، طلب الإسراع بالتحقيق وإجراءات التحقيقات اللازمة، وأيضا تقديم كل الشهود اللي إذا بدها إياهم المحكمة إحنا جاهزين نرسلهم ونبعثهم إلى مقر المحكمة، ولكن أيضا مطلوب استدعاء من ارتكبوا هذه الجرائم واستدعاء المسؤولين عن من ارتكبوا هذه الجرائم واعطوا الأوامر والقرارات بالارتكاب، وهي قيادة جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية. وبناء على هذا الحديث عندي سؤال من شقين حتى نستثمر الوقت. الشق الأول يتعلق باستدعاء من أعطى هذه الأوامر، ردة فعل دولة الاحتلال المتوقعة من قبلكم، تحضيركم للتعامل مع ردة الفعل هذا، لأنه إحنا دائما في المجتمع الدولي تقابلنا دولة الاحتلال بمحاولات عديدة لعرقلة أي قضية
يتم طرحها فيما يخص الشأن الفلسطيني؟ هذا أولا، كيف رح نتعامل مع هذا الموضوع ومدى تحضيرنا له؟ الشق الثاني هو الجانب المادي فعليا، يعني هذه الخطوات مهمة على أرض الواقع، ولكن دائما احنا بحاجة لدعمها من جانب مادي. صحيح. حضرتك تفضلت وذكرت تواصلنا مع مكاتب محاماة دولية، استشارات دولية، بالتالي صحيح انه في العديد من شعوب العالم الحرة اللي بتدعم هذه القضية. صحيح. الفلسطينية، ولكن في ترتيبات مالية لربما على هذا. صحيح. الموضوع. صحيح. اولا، دولة الاحتلال الاسرائيلي لديها عشرات المحامين الان متواجدين في لاهاي للرد على كل القضايا، وبالتالي موجودين هم في هذا الخصوص. أما ردة فعلهم الأخرى، لو إحنا خايفين كان ما تقدمناش، يعني بكل صراحة. وأنا بدي أذكر نقطة مهمة أخرى ويجب أن يعرفها أيضا أهم شيء الصحفيين، إنه هاي أول نقابة في العالم تتقدم لمحكمة الجنايات الدولية، وهذه أول مرة للاتحاد الدولي للصحفيين يتقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية. إحنا اللي أكثر منا في قتل، ولكن من العصابات المافيات هي في المكسيك، ولكن حالتنا احنا خاصة، انه احنا القتل والاعتداءات مستمرة. يعني اذا بتقولي من 2013 لليوم حوالي 6000 وزيادة، انت بتحكي 9 سنين، يعني حوالي 700 اعتداء وجريمة سنويا، يعني مرتين باليوم، يعني اعتداءين وجريمتين في اليوم مرتكبين بحق الصحفيين على مدار 9 سنوات لم تتوقف. هذا جانب. اما الموضوع المادي، اولا المحامين هم غير انهم محامين، هم متضامنين مع فلسطين ولديهم قناعه راسخه بعداله القضيه الفلسطينيه، وهم يعني سياخذوا التكاليف، فقط تكاليف العمل، ولكن التكاليف ايضا هي باهظه. نحن مع مؤسسات عربيه ودوليه ومتضامنين فلسطينيين وعرب واجانب وبريطانيين ومن كل العالم، استطعنا ان يعني نجمع ما تتطلب المحكمه بكل سهوله. وبصراحه في حماسه كبيره لدعمنا، وفي بصراحه شعور من قبل الداعمين بصدقنا اكيد، وايضا بشفافيه ما الموضوع المالي، لانه الموضوع المالي سيكون في صندوق مسؤول عنه. صحيح. يعني لجنه دوليه، مش بس احنا باليات الصرف وكل شيء، من لتكون الشفافيه في اعلى قمتها امام العالم. ونحن ما يهمنا هو أن نرى محاسبة حقيقية وفعلية لمرتكبي الجرائم الإسرائيليين على جرائمهم، ليكون رادع لهم، وأعتقد أنهم يعرفوا ثمن ما نقوله الآن. نعم. وأنه جاءت ساعة الحقيقة، وأنه يجب أن يفكروا جيدا أن العالم معنا وليس هم في مواجهتنا وحدنا. مهم. كل نقابات الصحفيين في العالم 190 نقابة، الاتحاد الدولي 700,000 صحفي في العالم أعضاء في الاتحاد الدولي، كلهم معنا، وبالتالي أي خطوة يعني خطأ منهم سيكون ثمنها باهظ أمام العالم وأمام الرأي العام الدولي. هاي مساحة كمان نشكر كل الاتحادات الصحفية العالمية. نعم. وأيضا كل من وقف معنا اللي قمتوا فيها، وإن شاء الله نضل نواكب وإياكم للوصول. بس بحكي جملة، في محبين وأصدقاء لفلسطين في كل العالم، إحنا علينا دائما نتواصل معهم. أكيد. جهود فعلا جبارة، وإحنا رح نتابع وإياكم كل هذه الخطوات القادمة على أمل الوصول للنتيجة. إن شاء الله سنعلن من هنا النتائج من التلفزيون الفلسطيني الذي بعتز فيه، وإني أنا جزء من هاي المؤسسة. واجبنا وفخرنا. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا معنا. وبهذه المحطة ننهي وإياكم مشوارنا في فلسطين هذا الصباح لليوم، على أمل اللقاء بكم يوم غد. أتمنى دائما تكونوا معنا باقتراحاتكم ومشاركاتكم لفقراتنا ضمن صفحتنا على الفيسبوك فلسطين الصباح، وإمكانكم متابعة كل الفقرات عليها مباشرة.